مسلسلات رمضان 2024 العراقية على قناة الشرقية وام بي سي العراق والعراقية ويو تي في والسومرية. اولا مسلسلات قناة الشرقية ومنصة 1001، مسلسل ابجد هوس، مسلسل العائلة اكس، مسلسل روح. ثانياً مسلسلات قناة ام بي سي العراق ومنصة شاهد، مسلسل خان الذهب الجزء الثاني، مسلسل عسل مسموم، مسلسل حامد حلو الجزء الخامس. ثالثاً مسلسلات قناة يو تي في العراقية، مسلسل قط أحمر الجزء الرابع، مسلسل قصة، مسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني، مسلسل وطن الجزء الثاني. رابعاً مسلسلات قناة العراقية، مسلسل ملاك، مسلسل انفصال، مسلسل مستر أمبير، مسلسل خيوط حرير، مسلسل ألو تاكسي، مسلسل ناي، مسلسل كريستال بداية النهاية، مسلسل أقوى من الحب، مسلسل الساتر الغربي، مسلسل أمرلي العرض على قناة السومرية.